وجاء في الحديث أن المذر في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع، وقالتت في فضله آثار ليس الدافي بحقها أسفار. فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مطلع الإمام الخاشع برأي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فنحن يعني في باب مخارج الحروف وصفاتها والتي يحتاج القارئ إليها. فمخارج الحروف وصفاتها وصفاتها لا بد ضرورية لكل من يقرأ القرآن، لا بد لكل قارئ القرآن أن يكون على علم بمخارج الحروف وصفاتها، وهي تدخل في علم التجويد. فهي ليس كل علم التجويد، ولكنها هي من علم التجويد، وإلا فالتجويد أوسع من يعني من مخارج الحروف وصفاتها. والتجويد كما ذكرنا لازم، كما قال الحافظ ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم. حتم أي واجب ومحتم على الإنسان أن يتعلمه. من لم يجود القرآن آثم، أي والذي يقرأ القرآن بغير تجويد فهو آثم، يعني قراءته يقرأ القرآن وهو آثم، يعني لأنه ترك التجويد. ولماذا أنه آثم؟ قال العلماء: لأنه قرأ القرآن على غير ما أنزله الله، قرأ القرآن بكيفية تخالف الكيفية التي نزل بها القرآن، لأن القرآن أنزله الله مجوداً مرتلاً، وهو قد قرأ القرآن على غير هذه الصفة. ولهذا يعني كما أن بعض العلماء حرموا على الإنسان أن يقرأ القرآن بغير تجويد، حرموا على الإنسان أن يقرأ القرآن بغير تجويد، وقد أبطل الأئمة صلاة من يقرأ القرآن بغير تجويد، وخصوصا الأئمة. فقال الإمام بن أبي زيد القيرواني في النوادر: من لم يفرق بين الضاد والضاء لا تجوز إمامته، من لم يفرق بين الضاد والضاء لا تجوز إمامته. يعني إذا كان هذا القارئ لا يميز بين الضاد والضاء فهذا لا تجوز إمامته. وعلى أي حال، فالكلام في هذا يعني في هذا الحكم كثير، وكثير عند الأئمة، لأنه كما ذكرنا يقرأ القرآن بصفة غريبة يعني عن القرآن. ثم هو التجويد يعني لغة العرب، فالتجويد هو لغة العرب ولغة فصحاء العرب،
فهذه المخارج وهذه الصفات وهذا المد وهذا الإدغام وهذا الإخفاء وهذا الإمالة وهذه يعني كل هذه لغة العرب، لأن القرآن نزل بأفصح لغة العرب. إذن لابد للإنسان ليقرأ القرآن بالصفة التي أنزله الله بها، وكذلك لا يخرج عن لغة العرب، لابد له يعني أن يتعلم التجويد، ويعني فإذا قرأ القرآن عليه أن يجويد. ولهذا جعل العلماء التجويد فرض عين، فرض عين مش فرض كفاية. القراءات كلها فرض كفاية، يعني علم القراءات فرض كفاية، بمعنى أنه إذا تعلم الطائفة من الأمة وصار لهم علم علماء في القراءة يكفي، فليس مطلوب من الأمة أن يكون كل فرد منها يعني على علم بالقراءات، يعني هذا ليس بواجب. فلهذا علم القراءات، تعلم علم القراءات فرض كفاية، والفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لأنه والكفاية يعني ما يكفي، الكفاية مأخوذة ما يكفي. فإذا كان عالم في القراءة مثلا في كل مدينة عالم القراءات أو كذا، أو في كل قرية أو في كل جهة عالم من علماء القراءة، فهذا يكفي، ليس مطلوبا على كل فرض، يعني ليس يعني مقصود يعني أن كل فرض بعينه عليه أن يتعلم القراءات، لا. ولكن هل نحن الآن في فرض الكفاية؟ لا، الآن في هذا الزمان يعني هذا الفرض، فرض علم القراءة فرض كفاية، الكفاية لم تحصل يعني في هذا الزمان، الكفاية لم تحصل. لماذا؟ لأن كثير من البلاد خالت من علم القراءات، خالت يعني لم يبقى فيها علم القراءات. إذن فحتى هذا الفرض يعني لا قدر الله ستضيعه الأمة، فإذا ضيعته الأمة كلها فهي آثمة عند الله، آثمة عند الله، لأن فرض الكفاية لا يجوز للأمة أن تتخلى عنه، فرض الكفاية لا يجوز للأمة أن تتخلى عنه. ولهذا يعني هناك فروض الكفاية وهناك فروض عين، هذا في علم القراءات. أما علم التجويد فهو فرض عين، يعني على كل واحد إذا قرأ القرآن أن يتعلمه، فرض عين. وليس المقصود أنك تتعلم تجويد القرآن كله، يعني هذا ليس مقصودا، لأن لو قال العلماء هكذا لكان هذا مشقة على الأمة. إنما المقصود والمراد أنك إذا أردت أن تقرأ شيئا من القرآن لا بد أن تقرأه مجودا، شيء قليل أو كثير، أن تقرأه بالتجويد. فإذا لم تتعلم التجويد في كل صورة لا تعرف لها تجويد فأنت آثم أيضا، وقد ضيعت الفرض فرض عين. مثلا أقل هذا الفرض أنك تتقن صورة الفاتحة، سورة الفاتحة أقل قليل، أدنى فرض هو أن يتعلم الإنسان تجويد الفاتحة. تجويد الفاتحة هذا فرض عين على كل فرد من الأمة، تجويد الفاتحة فرض عين ليس فرض كفاية. فكل مسلم ومسلمة لا بد أن يتعلم تجويد الفاتحة. وقد ألف فيها الإمام إبراهيم بن عمر الشعبري، ألف كتابا في تجويد الفاتحة فقط، في تجويد الفاتحة نظرا لأهميته. إذن فهذا الفرض لا يسقط عن كل أحد، أمي ولا قارئ ولا ذكر ولا أنثى، كلهم لا بد أن يتعلموا يعني هذا تجويد الفاتحة، لأنه فرض عين. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح بغير الفاتحة. إذن هذا، فمن تعلم تجويد الفاتحة وقرأها مجودة مرتلة بأحكامها التجويدية فقد سقط عنه الفرض، فقد سقط عنه الفرض. ثم إذا زاد من الخير، مثلا لو تعلم الإنسان سورة الفاتحة مجودة ثم يتعلم أيضا سورة الإخلاص، سورة المعوذتين إلى غير ذلك من الصور،
التي يعني يحتاجها في كل صلاته، هذه السور يحتاجها في كل صلاته. لكن لو ترك التجويد، لو ترك التجويد حتى في سورة الفاتحة فهو آثم ويصلي ويقرأ الفاتحة على غير ما أنزلها الله تبارك وتعالى، على غير ما أنزلها الله. إذن فكثير يعني لو نظرنا إلى الناس اليوم فكثيرهم لا يحسن قراءة الفاتحة. وكيف يتعلم الأم الفاتحة بمجودة؟ لا نقول له اذهب تعلم مخارج حروف وصفات الحروف والإخفاء والإدغام والمد إلى غير ذلك، هذا يعني ليس يحصل عليه، هذا عسير. إنما يأخذ تجويد الفاتحة من فم شيخ فقط، يتعلم يتلقن يلقنه شيخ سورة الفاتحة فقط، فيكرر ويجلس مع الشيخ حتى يصير يعني يتقن الفاتحة مجودا، لأن أحكام التجويد شيء والقراءة بالتجويد شيء آخر، أحكام التجويد شيء والقراءة شيء آخر. هذا للعلماء وللقراء لابد أن يتعلموا ما نحن الآن بصدده من مخارج الحروف والصفات، هذا مطلوب من الناس الذين لهم قراءة ولا يعرفون الكتابة أو أساتذة أو كذا، هؤلاء يعني لابد أن يتعلموا أحكام التجويد وأحكام التجويد. لكن الأمي العامي يعني ليس مطلوبا منه أن يتعلم أحكام التجويد ولا كذا، عليه أن يقرأ قراءة صحيحة يعني مجودة فقط. الشيء الذي يقرأ ويصلي به لابد يعني أن يجوده، كما أن المصلي مثلا الذي يصلي يعني لا عليه أن يتعلم فرائض الصلاة ولا سنن الصلاة ولا مستحبات الصلاة ولا فرائض الغسل ولا سنن الغسل ولا أي شيء، فعليه أن يتوضأ وضوءا صحيحا فقط، وعليه أن يصلي الصلاة صحيحة فقط. لو علم الفرائض نعم، ولكنه لا نطلب من المصلين نقول له لا تصلي حتى تتعلم فرائض الصلاة، لا ليس، إنما نقول له صلي صلاة صحيحة فقط. هكذا في يعني لأن هذا الدين جاء للجميع هو ميسر، إذن فهكذا ما ينصب على 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 أحكام الصلاة وأحكام العبادات كذلك ينصب على أحكام التجويد. التجويد هذا مصدر جوادة، إذا أتقن الحروف فنطق بها يعني نطقا صحيحا سالما من العيوب. ثم إن العلماء رحمهم الله قعدوا لهذا التجويد قواعد وصنفوا فيها الكتب في مخارج الحروف وصفات الحروف، فيها مصنفات للعلماء يعني كثيرة وكثيرة. لماذا؟ نظرا لارتباط كلام الله تبارك وتعالى بهذا العلم، علم التجويد. ولهذا الإمام ابن بري رحمه الله لما أنهى يعني الكلام عن قراءة نافع ربطها بالذيل في باب مخارج الحروف وصفات الحروف، كما فعل الشاطبي رحمه الله أيضا. الشاطبي رحمه الله لما فرغ من قراءة السبع في حرز الأماني عقد باب مخارج الحروف وصفات الحروف، قال التي يحتاج القارئ إليها، فهي لها ارتباط بعلم القراءات، التجويد له ارتباط بعلم القراءات، لأن لولا التجويد ما عرف الإنسان ما هو الحرف المدغام، ما هو الحرف المضار، ما هو الحرف المخفى، ما هو يعني لا يعرف شيئا. إذن فالتجويد مرتبط بعلم القراءات لكنه هو منفصل عنها، علم القراءات شيء وعلم التجويد شيء آخر، ولكن مرتبط يعني ارتباط التجويد بعلم القراءات ارتباط ضروري. ولهذا الناظم رحمه الله ربط هذا، فقال لما أنهى الكلام عن القراءات قال أقول
أقول بعد الحمد، بعد في الأسبوع الدرس الماضي قلنا بعد، بعد لا ليس صحيحا، بعد لأنها يعني العامل فيها أقول، أقول بعد، وهي مضافة الحمد، أقول بعد الحمد، والحمد كان يعني مرفوع على الحكاية، وإلا هي في القواعد النحو أقول بعد الحمد، أقول بعد الحمد، لكن الحمد مرفوع على الحكاية، على الحكاية، أقول بعد الحمد على ما من زيد. قال الناظم رحمه الله تعالى: أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمد. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف معجم. قال: فالقصد من هذا النظام المحكم أي المتقن، القصد منه ماذا؟ لأن كل علم أراد صاحبه أن يؤلف فيه لا بد أن يكون له قصد، لا بد له أن يكون قصد، يعني غاية يقصدها. فالناظم رحمه الله بيّن لنا ما القصد من هذا، من هذا النظام المتقن. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج، حصر أي حبس مخارج، حبس مخارج، حصر مخارج الحروف. ولم يقل وصفاتها، لأن مخارج الحروف يعني لا بد الصفات تابعة لها، تابعة لها. وإن كان الناظم رحمه الله لما فرغ من مخارج الحروف ذكر يعني صفات، في صفات الحروف. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج، المخارج جمع مخرج، والمقصود به المكان الذي يتولد منه الحرف، هذا هو المخرج، المكان الذي ينشأ منه الحرف أثناء النطق، هذا هو المخرج، يتولد منه الحرف، يعني صوت الحرف ينشأ. فحيث نشأ يعني صوت الحرف فهناك مخرج الحرف، مخرج الحرف. ويعني كيف يعني يرجع الحرف يعني له صوت، له صوت. فيعني يعني لا بد الصوت ينشأ من لقاء شيء مع شيء، لقاء شيء مع شيء، كل صوت يعني لقاء صوت مع شيء مع شيء ينشأ عنه الصوت، فهو متموج يعني تحصل أمواج. فسبحان الله، يعني شوف هذا السر في في, في 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 الإنسان وفي الحيوان وفي، سبحان الله، جعل الله تبارك وتعالى لنا عند الكلام وعند الصوت بالكلام يعني اصطدام، اصطدام يصطدم شيء بشيء فينشأ عنه هذا الصوت الذي به نتخاطب وبه نتكلم وبه يعرف بعضنا بعضا، وهذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى. فعندما يحصل اصطدام بسرعة، لا تتكلف في هذا الاصطدام، إنما هو سهل وربما لا تشعر به ولا تعلمه، لكنه لا بد يحصل اصطدام. كل هذا يعني يحصل وأنت مرتاح ولا تحس بهذا الاصطدام ولا تتأذى به، لأن الاصطدام غالبا ما ينشأ عنه أذى، اصطدام أنت العياذ بالله لما تصطدم يعني بحيط أو بشيء لا بد يحصل لك أذى، لكن هذا النطق بالصوت بصوت الحرف لا تحس بأي شيء، سر من أسرار الله تبارك وتعالى. إذن فالمقصود بالمخرج المكان الذي ينشأ ويتولد منه الحرف، منه الحرف. هذا المكان الذي يتولد منه الحرف، فإما أنه مكان صحيح للحرف، مكان صحيح معنى أنه أن الحرف خرج من مخرجه الصحيح، وإما أنه خرج من مكان غير مخرجه، خرج من مكان غير مخرجه.
وهذا لحن لا تجوز به القراءة، لا تجوز به القراءة. إذن فهذا الحرف الذي يتولد من المخرج، المخرج إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون خطأ، أن يكون خطأ حسب الناطق، حسب الناطق. فإذا كان هذا الناطق يعرف كل حرف له، كل حرف له مخرج، يعرف مخرج الحرف معرفة صحيحة، فيخرج هذا الحرف من مكانه الصحيح. لكن لو لم يتعلم مخارج الحروف ويعرف مكانها التي تتولد منها، فأحيانا أو كثيرا ما يخرج الحرف من غير مخرجه، من غير مخرجه، وهو لحن والقراءة به حرام، لحن والقراءة به حرام. وهذه المخارج جعلها العلماء كالميزان، كالميزان. فإذا أخرجت الحرف من مكانه الصحيح فكالميزان تستوي له الكفتان. الميزان إذا وضعت شيء فيه ووضعت مثله في الوزن شيء، تبقى كفة الميزان متساوية، متساوية. فإذا حصلت خفة أو ثقال، يعني كفة الميزان اختلفتا، كفة الميزان اختلفتا. فإذا اختلف مخرج الحرف فأنت قد أخرجت الحرف بغير مخرجه. ولهذا الإمام الشاطبي رحمه الله قال في بداية مخارج الحروف: وهاك موازين الحروف، وهاك موازين الحروف، موازين جمع ميزان، وهاك موازين الحروف، أي خذ موازين الحروف، موازين جمع ميزان، أي خذ موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلة، أي وما حكى أئمة النقد، الأئمة العارفون بخارج وصفات الحروف حكوها، معنى حكوها أي دونوها في كتبهم، فهي ظاهرة واضحة لمن أراد أن يتعلم. وجهابذة، الجهابذ جمع جهبذ، والجهبذ هو العالم المتقين النحرير الحاذق. وما حكى جهابذة النقاد، أي جهابذة النقاد الذين ينتقدون الأشياء، معنى ينتقدون يغربلون الأشياء، يمحصون الأشياء. وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلا، أي محصلا، هذا حصلوا هذا العلم تحصيلا، حصلوا هذا العلم فدونوه وعرفوا به وأحكموا فيه، يعني الكتابة والكلام. وما حكى جهابذة النقاد فيه محصلة ولا ريبة في عينهن، أي هذه المخارج لا يتطرق إليها الريب والشك، فهي مخارج صحيحة. والعلماء الذين ألفوا فيها تكلموا عن مخارجها الصحيحة، لا فلحتى يعني زال عنها الريب والشك، ولا ريبة، الريبة هو الشك والارتياب، ولا ريبة في عينهن، أي في ذاتهن، المقصود به الحروف، يعني لا يتطرق إليك الريب ولا الشك في ذات الحروف، في ذات الحروف وفي مخارج الحروف. لو اطلعت على كلام الأئمة لا يتطرق إليك الريب ولا الشك، ولا ريبة في عينهن ولا ريبا، ريبا يعني الزيادة، لا زيادة ولا نقصان، لأن الربا الزيادة أو النقصان، ربا يربو أي زاد، ومنه الربا المحرم، يعني لأن فيه زيادة، فالربا هو الربا في اللغة هو الزيادة. ولا ريبا في عينهن، ولا ريبة في عينهن ولا ريبا، لا شك ولا ارتياب في ذات الحروف، ولا ريبا أي ولا زيادة ولا نقصان. فينبغي لطالب العلم ولطالب القرآن يعني أن يتعلم هذه المخارج تعلما صحيحا متقنا، حتى لا يبقى له شك، أدنى شك في مخارج الحروف، وحتى لا يطغى في الحرف إذا عندما يخرجه، لا يطغى فيه،
يعني يطغى فيه مثلا يزيد فيه أو كذا، فهمتي؟ فيعني دائما تبقى على الميزان بدون تفريط ولا إفراط، لا ريبة في عينهن ولا ريبا. ثم قال: وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء، كيف؟ ذهب إلى مثال حي، أعطانا مثال حي، أشنو هو؟ يعني الحاذق بالدراهم الذي له خبرة بالدراهم، الذي له خبرة بالدراهم عندما يأخذ الدرهم ويضربه على الحجر يسمع صوته يعرف أنه مزيف أو أصلي. يعني الذي له علم مثل بالذهب الفضة دنانير كذا، فيضرب الدرهم أو الدينار فيسمع صوته فيحكم عليه أنه مزيف أو أنه أصلي. كذلك مخارج الحروف عندما ينطق أمامك يعني المتكلم مخارج الحروف تعرف أن هذا المخرج مزيف أو أصلي، تماما مثل الناقد، ناقد الدينار والدرهم، ناقد الدينار والدرهم. وعند صليلي أي صوتي، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء أي يصدق الاختبار. إذن فشو سبحان الله كيف بين لنا هذا المخارج والموازين ديالها وحكم عليها بأنها لا ريبة فيها وكذلك لا ريبا فيها، وقال لك إذا يعني أردت أن تعرف المخارج الصحيحة من المزيفة فهي مثل يعني الذي له خبرة بالدنانير والذهب، فإذا ضربها وصار لها صليل فيعرف أن هي أصلية أو مزيفة، تماما مثل مخارج الحروف. وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. زيد: ولا بد في تعيينهن من الأولى. ردك إلى الشيوخ، ردك إلى الشيوخ، شيوخ القراءات وشيوخ التجويد، فهمتي؟ ولا بد في تعيينهن أي في تعيين مخارج الحروف في ذاتهن، تعيينهن يعني في تعيينهن في معرفتهن. ولا بد في تعيينهن من الأولى، الأولى جمع الذين، يعني جمع كين الذي وكين الذين والأولى وهؤلاء، الأولى أي الذين. ولا بد زيد ولا بد في تعيينهن من الأولى أي من الذين عنوا بالمعاني، اعتنوا بالمعاني، اعتنوا بهذا العلم فأحكموه وأتقنوه. لا بد أن ترجع إليهم، أن ترجع إليهم لتتعلم منهم. ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعاني أي اعتنوا بالمعاني الدقيقة، اعتنوا بالمعاني الدقيقة. ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعاني عاملين وقولا، عاملين قولا وكذا وغير ذلك. هذا الإمام الشاطبي وغيره من الأئمة، حتى الإمام الهوزاني صاحب القصيدة التجويد تقول: زيني الحرف ولا تخرج عن وزنه، زيني الحرف ولا تخرج عن وزنه، فوزن الحروف من أفضل البر، فوزن الحروف من أفضل البر. زيني هذا الخاقاني، أبو مزاحم الخاقاني، نعم نعم، أبو مزاحم الخاقاني، وهي يعني من القصائد يعني التي نظمها العلماء في التجويد. زيني الحرف ولا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر، أفضل البر، أفضل أعمال الخير هو أن تتزين حروف القرآن، يكون لك وزن وميزان بحروف القرآن. يعني زيني الحرف ولا تخرجه عن حده، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. فبينه إذا ما ينبغي تبيت أن تبينه، فبين ما ينبغي أن تبينه، بين الحرف إذا كان يعني غير مدغم في أخي أو كذا بينه.
وأدغم وأخفي الحرف وأدغم وأخفي الحرف إذا كان مخفى تخفيه، إذا كان مدغم تدغمه، في غير من غير عسر، من غير أن تتشدد وأن تفرط في الإدغام أو تفرط في الإخفاء أو كذا، حتى يكون يعني حتى يصير لك يصير إظهارك خشن أو إدغامك خشن، لا من غير عسر، يعني تنطق به نطقا كما قال ابن الجزري بلا تكلف، بدون تكلف ولا تشدق ولا غير ذلك من الأمور، فيكون عندك هذا المخارج وصفات الحروف والإدغام والإظهار والإخفاء كذا، يصير لك سجية لا تتكلف فيها ولا يظهر في نطقك بهذه الحروف يظهر تكلف أو تشدد أو إسراف أو كذا، لا، فيكون يعني صوتك سليما بها لا تتكلف فيها، حتى لأنك إذا تكلفت في مخارج الحروف وصفاتها خرجت عن حد، فتصير أنت في جانب، والذي لا يعرف مخارج الحروف في جانب آخر، أنت خرجت عن الطريق وهو قد خرج عن الطريق، الذي يتكلف في مخارج الحروف وصفات الحروف ويتشدق فيها ويحاول أن يظهرها ويبالغ هذا خرج عن الطريق، والذي لا يبالي بمخارج الحروف ولا صفات الحروف هذا أيضا خرج عن الطريق، فإما تفريط وإما إفراط، والتفريط والإفراط في الشريعة مذمومان، التفريط والإفراط في الشريعة مذمومان، وعي في القراءات وكذلك كل شيء أفرطت فيه أو فرطت فيه فالتفريط والإفراط مذمومان في الشرع، إذن فلا بد أن تأتي في الوسط، أن تأتي في الطريق الوسط، لا يكون فيك تفريط إهمال وكذا، ولا يكون فيك أيضا إفراط وإسراف في مخارج الحروف حتى يظهر لك أن لا أحد يعرف المخارج ولا الصفة إلا أنت، فهذا غلو يظهر للإنسان الذي يسرف ويفرط في المخارج، يظهر له أنه لا أحد يتقن مخارج الحروف ولا صفة الحروف إلا هو، لأن الإفراط يؤدي في هذا في كل شيء، حتى في التدين، إذا بالغت في التدين وشددت في التدين يصبح لك الناس أنهم لا يتدينون ولا يعرفون الدين ولا أي شيء، ومنهم أصحاب البدع، فهمتي؟ إذن يعني الخروج عن جانب الطريق سواء كان خروج عن يمين أو عن شمال فهو مذموم، والهذا والصواب هو يعني وسط، لأن نحن أمة الوسط، إذن هذا هو المخارج، يعني مخارج الحروف، قال حصر مخارج الحروف المعجم، تكلمنا عن المعجم في الأسبوع يعني في الدرس الماضي، المعجم هذا من الألفاظ التي تستعمل هنا وهنا، تستعمل هنا وهنا، فمعنى ذكرنا في معنى الإعجام هو الوضوح والبيان، لو كنتم باقين تتذكروا الوضوح والبيان هو الإعجام، ولكن معناه الأصلي الحقيقي هو الإبهام وعدم البيان، الإبهام وعدم البيان، ولهذا يقال رجل أعجم وامرأة عجماء، رجل أعجم وامرأة عجماء، إذا كان لا يفصحان ولا يبينان كلامهما، إذا كان الرجل يتكلم وأنت لا تفهمه فهذا أعجم، وإذا كانت المرأة تتكلم ولا تفهم كلامها فهي عجماء، فكل متكلم لا يفهم كلامه فهو أعجم، فهو أعجم، إذن كيف نقول الإعجام معناها الإيضاح والبيان، وهو يعني شرحه هكذا، الإعجام هو الإبهام وعدم البيان وعدم الإيضاح، كيف يعني هذا يظهر لك أن يعني هناك تناقض، لا ليس هناك تناقض، فقالوا أفعلت لأن أعجمت على وزن أفعلت هي في الغالب تدل على الإثبات والإيجاب، الإثبات والإيجاب، أفعلت الشيء
تدل على الإثبات والوجوب. النيت يعني صحيح حقيقة أن هذا الفعل فعلته أفعلته، فتأتي أفعلته في غالب أحيانها على الإثبات والإيجاب، ولكنها قد تأتي على معنى السلب والنفي، على معنى السلب والنفي، على معنى يعني تدل على السلب منه. قولهم أشكيت زيدا، أشكيت زيدا، أشكيت زيدا، إذا فهمتها على الظاهر معنى أن أديت أنا أديت في إذايتي حتى أصبح يشكو من المرأة، أشكيت زيدا، كنت سببا في أن حتى مرض وصار يشكو من المرض، أشكيت زيدا، هذا معنى. ومعنى آخر أشكيت زيدا أي داويته مما يشكو، داويته مما يشكو. إذن أشكيت معنى أفعلته، فتستعمل هكذا في على معناها الأصلي، ولكنها قد تستعمل على العكس، ويقال مرضت الرجل، مرضت الرجل، الظاهر أننا سعيت في مرضه، مرضت الرجل، لكن مرضته أي داويته ليزول عنه المرض، مرضته أي داويته ليزول عنه المرض. وقضيت عينه، قضيت عينه يعني ظاهر أنني رميت في عينه القذى، القذى يعني شيء تراب أو كذا، ولكن تأتي هكذا، وقالوا قضيت عينه أي رميت في عينه شيئا، وتأتي على العكس قضيت معناه قضيت عينه أي أزلت عنها القذى، والقذى هو ما يطرح في العين من مما يؤذيه ومما يعني تراب أو كذا، القذى. إذن قضيت عينه ظاهره أنني رميته آذيته في عينه، وكذلك قضيت عينه أي أزلت عنها القذى. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة طه إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، كيف الساعة مخفية ولا لا؟ الساعة مخفية ولا ظاهرة؟ مخفية، ها؟ علمها عند ربي، لكن الله قال أكاد أخفيها، أكاد من أفعال المقاربة. كيف نفهم هذه الآية أكاد إن الساعة آتية أكاد أخفيها؟ كيف هي مخفية في حقيقة أمرها، ولكن الله قال أكاد أخفيها أي أكاد أظهرها، أكاد أظهرها، أكاد أظهرها. ومعنى أكاد أخفيها أي أكاد أزيل عنها خفاءها، أكاد أزيل عنها خفاءها فتصبح ظاهرة، أكاد أزيل عنها خفاءها، هذا تفسير تفسير يعني هذه الكلمة. وخفاء كل شيء غطاؤه، خفاء كل شيء غطاؤه، لأنه يخفيه، خفاء كل شيء غطاؤه. ومنه خفاء القربة، خفاء القربة للكساء الذي يكون عليها، لأن العرب القربة التي فيها الماء لكي تبقى باردة لابد أن يوضع فوقها كساء مبلول بالماء، هذا الكساء المبلول من الماء الذي يوضع على القربة يقال له خفاء القربة، وجمعه أخفية. فمعنى قوله يعني حروف المعجم أنه لما كانت الحروف معجمة وغير معجمة، والإعجام معناه الإبهام وعدم الإيضاح، ويقال أعجمت الكتاب، معنى أعجمت الكتاب أي أزلت عنه إعجامه فأصبح واضحا بينا ظاهرا، أعجمت الكتاب، يقال أعجمت الكتاب ويقال عجمت الكتاب بالتشديد، والمعنى واحد أي أزلت عنه استعجامه فأصبح الكتاب ظاهرا مفهوما لكل من يقرأه. فكانت الحروف هكذا، منها ما هي معجمة ومنها ما هو غير معجم، ولكن لماذا سميت الجميع حروف المعجم؟ لماذا سميت الحروف كلها حروف المعجم؟ لأن المعروف المعجم هي يعني الحرف المنقوط، لكن سميت كلها حروف المعجم لأنك إذا نقضت الحرف الذي يعني يماثل الآخر سواء في الرسم أو في الصوت أو كذا، فإذا نقضت هذا الحرف
وأهملت الحرف الآخر فأطلق على الجميع الإعجام، لأن جميعا جال عنهم الاستبهام وعدم الوضوح. مثلا لو نقدت مثلا الجيم من تحت والخاء من فوق وتركت الخاء الحاء لم ينقط، فأنت قد بينت الجيم، بينت الخاء، بينت الحاء، فسميت بهذا المعنى، كلها من حروف المعجم. بينت الجيم، بينت الحاء، الخاء، وتركت الحاء بدون نقط، ولكن بينت الحروف الثلاثة كلها مبينة. وكذلك الباء والتاء والنون والياء والثاء، كل هذه تدل على يعني على النقط، يدل هو نقط الإعجام، ولكنه يبين ويوضح. من هنا يصح أو يجوز أن تقول الإعجام معناه الوضوح والبيان، معناه الوضوح والبيان. إذن في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.